أعزائي متابعي طقس العرب في المملكة الأردنية الهاشمية، نرحب بكم من جديد في نشرة جوية لاستعراض الحالة الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم. كنا لاحظنا الأجواء المستقرة، ارتفاع درجات الحرارة الكبير خلال الفترة الماضية في عمان المدن الأردنية، حيث وصلت العظمى في بداية العشرينات المئوية في حين لامست حجز 30 مئوية في منطقتي البحر الميت والعقبة. أما الأسبوع القادم من المتوقع أن تتأثر المملكة بدءا من مساء الأحد بمنخفض جوي، هذا المنخفض الجوي يوصف بالفعال وبالتالي عودة إلى الفعاليات الجوية إلى المنطقة. من خلال هذه الصورة نستعرض معكم كيفية نشوء هذا المنخفض الجوي، حيث يتشكل مرتفع جوي قوي في وسط القارة الأوروبية إضافة إلى مناطق شمال القارة الأفريقية، يؤدي ذلك إلى انحدار كتلة هوائية باردة من شرق القارة الأوروبية إلى الجزر اليونانية ولاحقا إلى منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ذلك يؤدي إلى نشوء منخفض جوي، هذا المنخفض الجوي متوقع أن يكون عميق في مركزه، سيتمركز فوق جزيرة قبرص ثم يتحرك شرقا نحو الأراضي اللبنانية ولاحقا وسط سوريا مع ساعات نهار الاثنين. هذا المنخفض الجوي كما تحدثنا هو فعال، هو عميق، سيؤدي إلى التأثيرات التالية. النقطة الأولى، هنالك أمطار غزيرة متوقعة في كافة مناطق المملكة. هذه الأمطار الغزيرة متوقعة أن تكون مرفقة برياح نشطة، هذه الرياح قد تكون مرفقة كذلك بالحال بهبات شديدة أحيانا، هذه الهبات تقترب من حاجز 90 كيلومتر بالساعة. سنتحدث على جزئيات أو تفاصيل هذه التوقعات خلال الأيام القادمة. هنالك أمر آخر، هو عواصف رعدية قوية متوقعة خلال فترة تأثير المنخفض الجوي نتيجة عدم استقرارية طبقات الغلاف الجوي المختلفة. هذه الأمور ستؤدي إلى نشوء سحب ركامية قوية تؤدي إلى عواصف رعدية قوية في عدة مناطق، إضافة إلى زخات غزيرة من البرد لا سيما في المرتفعات الجبلية العالية. ومن خلال هذه الصورة نلاحظ كذلك الحال احتمالية نشوء سيول جارفة في الأودية والمناطق المنخفضة في عموم المملكة، وتحديدا في مناطق الأغوار والبحر الميت، حيث لهذه المناطق خصوصية في أمور تشكل السيول والانجرافات. النقطة الأخيرة، كما تحدثنا نظرا لعدم استقرارية طبقات الغلاف الجوي المختلفة، ستكون الأمطار غزيرة رعدية مرفقة بزخات غزيرة من البرد في المرتفعات الجبلية العالية. بالنسبة لكميات الأمطار إضافة إلى التحديثات الأخرى على صعيد جزيئيات المنخفض الجوي سنستعرضها معكم خلال اليومين القادمين. عدا عن ذلك، قوموا بتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية، إضافة إلى زيارة موقع طقس العرب arabiaweather.com، وكذلك الحال متابعة صفحات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.